هاي، صراحة بزاف بزاف ديال الأسئلة اللي كيجوني في التليجرام وما كنقدرش نجاوب كل شيء، فقررت أنني ندير فيديو في يوتيوب ونجاوب. قررت نختار هاد الأسئلة هادو حتى هما اللي جاوني شاملين وجمعين كاع دوك الأسئلة الفرعية ديالكم. غنبداو بكيفاش وازنت بين المواد العلمية والمواد الأدبية فوقاش بديت كنراجع للجهوي. اول حاجه هي انكم في الدوره الاولى غتنساو شي حاجه مثل الجهوي. انا ديجا قلتها لكم، الجهوي راه شي حاجه بسيطه بزاف، راه ما طلبش منكم بزاف ديال الخدمه، عطيوها غير شهر، 6 شهور راه كافيه، ماشي غير كافيه وصافي، راه كافيه لهي الجهوي. انا راه خدمتها في 15 يوم او لا قل كاع. بالنسبه كيفاش توازن بين المواد الادبيه والمواد الجهوي فهي بسيطه. اول حاجه اي درس درتوه في المواد الادبيه خصو يتلخص. كيفاش غادي نلخص؟ غادي نحط لكم التلاخيص ديالي للاجتماعيات في تيك توك، ديك ساعتك تقدروا تسكرينيوهم اولا نحطهم حتى في التليجرام الا بغيتو يبقاو عندكم. خصكم تعلموا كيفاش تلخصوا راسكم. طريقه التلخيص الصحيحه هي انك تهز كاع التلاخيص اللي جمعتي، الدروس اللي حداك، تحطهم حداك وتبقى تلخص راسك، يعني تشوف الافكار الاساسيه وتحط لهم افكار فرعيه. بالنسبه للكتوبه اللي خدمت فيهم الاجتماعيات، عندكم كرونوباك وباك اكسبريس، ديان بروغرام شهر ونص تقدر تخدم عليه وتبدا تراجع الجهوي، صراحه زوين بزاف. نرجعوا للموضوع ديالنا، كنت اي درس قريته كنجيو كنلخصوه واخا يكون باقي بعيد الامتحان ديال المراقبه مستمره ولكن لخصوه. والدروس الاجتماعيات حاولوا تحيدوا لكم ديك الفكره ديال انهم مواد ديال الحفظ، بالعكس الاجتماعيات خصها تفهم كقصه كحكايه كروايه، مهم فهموها كفيلم، دبروا راسكم كل واحد حر كيفاش يفهموا، ولكن راه ما كيحتاج منكم ديك الحفظ كامل تزرو كتاب وتبقاو تحفظوا، نساو ديك الطريقه، حاولوا تبقاو تفهموا. راه كاينين اساتذه بالعرام اللي كيشرحوا لكم الدروس الاجتماعيات، شاركت معكم في الفيديو اللي فات القنوات اللي كنت كنخدم بهم الاجتماعيات، راه كيعطيوك داكشي بقصه بالاحداث بالشخصيات بالتواريخ بكل شيء دغيا دغيا كتفهم داكشي. تفرج في الفيديو حتى مره جوج ثلاثه مع عائلتك مع اخوك مع اختك، دغيا دغيا كيدخل الراس وكتبقى داكشي مرسخ في راسك، ما تبقاش انت تحتاج تبقى تراجع كل شهر كل شهرين داك الدروس. من المراقبه مستمره حتى الجهوي عاد تقدر تطلع ليه، وراه غادي يبقى لك راسخ في الدماغ، غير تقرا غادي يرجع لك داكشي كامل. هادي اول حاجه، يعني الدروس الاجتماعيات باش نكونوا متفقين خصهم يتلخصوا فين ما تسالي. طبعا ماشي تبقى تلخصهم في السيمانه كل باراغراف درتيها في القسمه تجي تبقى تلخصها، يكفي الويكاند، الويكاند راه كافي. نتوما اللي كيبان لكم الويكاند دغيا كيدوز، راه الويكاند بالنسبه ليا انا عطله ديال سيمانه ديال 15 يوم، الويكاند راه نعمه، خصك تعرف كيفاش تقسم وقتك في الويكاند. ما علينا، هذاك راه فيديو بوحدو نهضر لكم على البروغرام وكيفاش تنظموا وقتكم في الويكاند، هذاك خليوه الفيديو بوحدو. اتفقنا دابا على ان الدروس الاجتماعيات خصهم يتلخصوا. اجيو دابا للتربيه الاسلاميه والعربيه. اول حاجه العربيه شنو غتلخص فيها يا سيدي؟ شنو غتلخص في الدروس ديال اللغه؟ الدروس ديال اللغه خصك تفهمهم، اصلا دروس بساطين بزاف، النفي النهي الاستفهام، داكشي راه خصك تكون مكلخ باش ما تجاوبش عليه بلا ما تكون قاري الدرس. موراها كتجي التربيه الاسلاميه، كيف ما قلت لكم سوره يوسف خصكم تكونوا حافظينها، حيت الا ما حفظتوهاش غتعذبوا بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش في يعني في العام، غتبقاو كل امتحان جا خصكم تحفظوا واحد الجزء ديال سوره يوسف اللي كيكونوا طوالين، وما يبقاش ليك الوقت باش انك تحفظوا بشويه عليك وتشدوا وتسنط القصه وتفهموا. فمن الاحسن انكم تكونوا حيدتوها عليكم في العطله وتهنيتوا منها، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بكم ساليتوها في العطله. اما بالنسبه للدروس ديال التربيه الاسلاميه كدروس فواضح الدروس بساطين بزاف، ما يحتاجش منكم كاع تبقاو تفكروا انكم كتقراو تربيه اسلاميه وباقي متابعينكم شي دروس تحفظوها، راجعوا ما يكون حتى الغد الامتحان راه كافيه باش تحفظ دوك الدروس اللي يكونوا عندك في الامتحان، راه داكشي بسيط بزاف. من هادشي كامل الا ما كنتيش كتعرف كيفاش تفهم الدرس وتخرج التمارين بلا ما تكون حافظه فراه غتجيك صعيبه بزاف صراحه في بروميير اني باك وغتعاني، فتعلموا طريقه الفهم وطريقه الخدمه بالعقل ماشي غير بالكثرة الحفاظ وكثر التمارين على والو على الخوال خاوي، تعلموا الطريقه الصحيحه باش تقراو. هادو من المواد العلميه، المواد الادبيه عفوا. بالنسبه للمواد العلميه فطبعا خصهم خدمه اكثر من المواد الادبيه صراحه، وعطيهم اهميه اكثر من المواد الادبيه، ما كنقول لكمش نساوهم ولكن راكم عارفين شنو بغيت نقصد، يعني حاولوا تعطيو القيمه للتمارين ديال المواد العلميه اكثر من المواد الادبيه، خصوصا ان المواد الادبيه راه ما يحتاجوش منكم خدمه طيله العام، فقط دوك الاخر العام اللي كتحتاجوا الخدمه في المواد الادبيه، بعكس المواد العلميه اللي راه دروس صعابين ودروس مهمين طيله العام، يعني العام كامل راه يكونوا عندك دروس طوالين ودروس معقدين، خصك تعطيهم وقت وتعطيهم وقت للتمارين، تعطيهم وقت للفهامه، تعطيهم وقت لي سيري، خصك بزاف بزاف تركز خصوصا على الماتور فيزيك.
الاس في تي لاكتيسيون سمات نقول لك اه ركز على اس في تي حتى تعاود تقراها في الباك نفس الدروس. الاكتيسيون اكس فنقول لك ما تعطيش حتى اهميه كبيره الاس في تي، اعطيها حتى هي وقتها كماده عاديه، اعطي اهميه بزاف للمطلوب فيزيك حتى راه نفس الدروس كتقراهم في بروميير اني باك في الوطني، ولا تقريبا عليهم 65% الدروس ديال السيزيام عليهم 65% من الوطني بصفه عامه، فركزوا بزاف على المات. مو لي فوت اللي انا درت صراحه في بروميير اني باك وما نصح حتى واحد يديرهم هو خصوصا في المواد العلميه انك تخليهم يفوتوك. صراحه واحد الوقيته كانوا فاتوني في الرياضيات وما تصوروش العذاب اللي كنت عشتو في واحد العطله باش انني نقدر نلحق عليهم. ما تخليوش المات خصوصا المات انهم يفوتوكم، ديما سيروا مع الريتم الاستاذ، اولا من الاحسن انكم تفوتوه بشويه، ما تفوتوش بزاف حيت راكم غادي تعياو وغادي ترهقوا راسكم بزاف، فوتوا غير بشويه. حاولوا انكم اي باراغراف اللي ديروها العام يعني في الحصه الجايه عفوا انكم تمشيو تفرجوا في واحد فيديو وتاخذوا عليها فكره، كيولي الاستاذ كيشرح وانت اصلا عندك فكره على داكشي اللي كيقولوا، ماشي بحال واحد السطل جالس وسط كيهضر وانت ما عارفش اصلا علاش كيهضر. وكاينين اصلا شي اساتذه اللي كيزربوا عليكم في الشرح يعني اصلا ما غتفهموش شنو كيقول، يعني من الاحسن تكون انت عندك اصلا درايه داكشي اللي هو كيشرح، كتولي كتكابطي داكشي كثار وكتولي كتاخذ معلومات كثر. وما تنساوش لي نوط في وسط القسم، تبقاو تنوطيو داكشي اللي كيقول الاستاذ مهم وما كيكتبوش، راه هو مهم بزاف وكتحتاجوه ديما ملي كتجيو تحفظوا ولا توجدوا لشي امتحان. خطا اخر درتو ما نصح حتى واحد يديروه هو الفرنسي. صراحه الا كانت عندك فرنسي ضعيفه حاول تطور راسك منها فيها من الاول العام، ما تخليهاش حتى الاخر، ما تحسبهاش كماده دجياوي غتبقى تراجع ليها غير في الاخر في الاخر العام وكذا، لا حاول تبقى تخدمها من الاول العام. راه طبعا البروف ديالك ما غاديش يقول لك لا الا مشيتي كتبتي دي ديكسبرسيو كريت وعطيتيهم يصحوا وعطيتيه يصحوهم ليكم عفوا، راه ما غاديش يقول لك لا طبعا الا الا كان شي استاذ معكس كاع سير زيد تسواي ديك الساعه، او راه كاينين دي بروف في يوتيوب، او لاخوك اختك باك مكرا عطا الله اللي يصحح ليك، فقط غير قلب حداك وشوف حداك الناس اللي دايرين بيك، راه غتلقى شي واحد اللي يقدر يصحح ليك داكشي اللي انت كتكتبو. الا كانت عندك ضعف في لا لونغ او لي فيرب ما كتعرفش تصرفهم، حاول تصحح الاخطاء اللي انت كديرهم، حيت راه الفرنسي الا خليتوها غتعانيو بزاف. ما تنساوش ان المعامل ديالها 4 وراه كيلعب دور كبير في النقطه الجهوي، تقدروا تجيبوا فيها 16 راه غتطلع لكم المواد الاخرين كامله. ما تنساوش عاوتاني ما تستهنوش بماده الفلسفه وماده اللونغ اللي ما تنساوش انها عندكم في الوطني، وخصوصا الا تحسوا في شي استاذ الفلسفه زوين حاولوا تاخذوا من عنده دوك الاساسيات ديال ماده الفلسفه كيفاش تخدموا ماده الفلسفه، ما تضيعوهاش من بين يديكم. وبالنسبه للكتوبه ديال اس في تي ان سيت فما كنتش صراحه كنخدم شي كتوبه وما عندي حتى درايه على ان شمن كتوبه ديال اس في تي مزيانين، كنت كنخدم صراحه غير في يوتيوب، كاينين بزاف ديال لي بروف اللي كيشرحوا اس في تي نيفو مزيان صراحه. وما تحتاجوش انكم تبقاو تكثروا على راسكم الكتوبه، راه كثرت الكتوبه ما كتفيد في والو، كتخليكم غير تالفين وما تقدروا ديروا حتى شي حاجه. بالنسبه للكتوبه اللي زعما ننصحكم فيها في المواد العلميه، كاين المفيد في المات بالنسبه للسيونس مات، وبالنسبه للسيونس اكس حتى ما يسولونا كان المفيد راه زوين، حتى سلسله المفيد سلسله ديال المفيد راه كيديروا تمارين زوينين. والا ما كانوش راه بزاف صراحه ديال الكتوبه، ما تحتاجوش انكم تقاتلوا على شي كتاب سبيسيال او شي حاجه محدده، اي كتاب راه تلقى فيه 80 حلول راه تلقى مزيان. وكيف ما دائما كنقول لكم ما تسمعوش لهضره الناس، ثقوا في القدرات ديالكم وراكم نتوما قادرين ديروا شي حاجه اللي نتوما باغين توصلوا ليها وباغين تحققوها، يكفي انكم تعطيوها الوقت.